تسلل استريح استريح شو بعمل دفاعك؟ شو بعمل اليسون؟ اليسون مش شو بعمل اليسون الدفاع؟ لا لا مش تسلل لا اصبر شوي مش تسلل هذه لا 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 خلص اعطوك اياها الباقي ما فيش الباقي ما فيش الباقي ما فيش هذا ما في اذا هذيك هدف سليم هدف سليم استنى شوي حنشوف مش طبيعي هذا البلنس يا اخي والله حرام شو عمل اليسون وكوناتي خلاص امسكها ايش مرتبك اتاخر ليش كتبت دورتين المفروض سجلها من الاول بالفيردي كانت صعبه هدف سليم يوسف مش سهله ورجيني ورجيني بنزيما ثاني ولا لا عيد 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 ثاني هدف سليم ورجيني بنزيما ثاني خلينا نشوف اعطيني الاولى وشاركني معك مش تسلل مش تسلل ارحمني اعطيني الاولى وشاركني معك في القرار مش تسلل يا عمي حطها اخلص ايوه اعطيني الاولى لا يا اخي لا يا اخي يا اخي اعطيني الاولى وشاركني معك في القرار ثواني ثواني اه الاخير البنز نعم صح 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 نعم تسلل نعم حارس المرمى هو يعتبر حارس مرمى نعم 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 ثانية دي اه نعم للأسف ثانية نعم دي بس ضربت فابينو هذه حنشوف لأن هي فيها اللمسة الأخيرة بين كانت من فالفيردي مع المودل مع فالفيردي هو قطعا بنزيما كان متقدم هو قطعا بنزيما صح متقدم من فالفيردي خلاص متقدم على فيرجل بس هو أول أهداف البطولة أشوفها بس من مين الاولى فيها هذا اتوقع هذا مش تسلل المشكله في أيوة دي بقى في هنا. هنا, هنا 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 صعب نشوف اذا ما اعطاني اياها بطيء باينه شوي استنى شوي اشوف طلع مخي وعند جمعه بعض ضربت كذا مره بص الاول اول سجلت يا حكم سجلت ولا لا سجلت ولا لا سجلت ولا لا قول يا حكم قول يا حكم ارحم ام اللي جابتنا يا شيخ سجلت ولا لا سجلت ولا لا هذه هدف هي هدف والله جول سجلت ولا لا هدف اخلص صفر ذبحنا الفرنسي عين الصقرة سجلت ولا لا انا شو صار عندي هون فصل زين تسلل يس ايش تسلل كلمتين شايفينها بعينيك اشرب كلمتين دقيقة دقيقة اشرب اشرب انا مالي وملدي كرة جت من رجلي مين تفضل يوسف تفضل تفضل اشرب اشرب مي اشرب 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 معلي يوسف خبراء تحكيم ايه بس خبرة تفرق من ربط فابينيو قصة مع فرنسا يا يوسف سيسيل كان اوفسايد واضح من الحبر صح؟ اوفسايد واضح بس الحكم قال يرجع للفار للتأكيد فقط شكل الفار كان بيلعب في مخه اوفسايد بالنسبة لقصة قلت لك انا انتبه هيا 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 مدريدية هيا 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 ريال مدريد يسجل الاول بدات شفت كيف بدات مودريتش شفت مودريتش شفت مودريتش اه مودريتش القصر مودريتش كارفاخال كارفاخال كاسيميرو كاسيميرو فيدي فيدي سليمة 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 غصب عنك يا فرنسي يا واطي يا نذل اوفسايد ايش يا محمد اوفسايد هاي حتكون اسم خالتي الجديده اوفسايد ايش خلينا نشوف بسم الله قبل الشعار واحتفل هل كله على الفاضي محمد هل كله على الفاضي استنى اول شيء الحكم خلينا نتفق الحكم بار الحكم زيدان وفيرون الرياض شفت فالفيردي العقليه والتفكير في يا ولد البنز يا ولد البنز قول بيلعب بايده مش برجله الله اكبر بيلعب بايده مش برجله البنز ليش حطني انا مش عارف ليش حطني انا قتلني سبحان الله قرانا المباراه الريال من اول فرصه ممكن يخلص الحاسم عنصر فعاليه مرعبه ما شاء الله عنصر الحاسم لا يفتقد لا يمتلك اي فريق في العالم يا سلام يا سلام اوه ولد فيني ولد شفيق رغم قنبله يا ولد فيني اين الثأر والانتقام يا صالح شوف بنس عمل فاول ولف وجهه ومشى ثقه 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 الولد شربان كان واحد دائما طول بطاقة صفر ما في اداء ولا اي شيء تسلل تسلل حاسب لا سيبايوس مش اوفسايد يلا سيبايوس يلا سيبايوس يلا سيبايوس خلصها يا راجل حرام عليكم يا راجل كورنر كورنر يا سيدي حرام عليك يا زفت يا سيبايوس
شوت شوت تاخر يا ابني العب خلاص العب شو بالعرض شوت خلاص وصلت الـ 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 يعني وش المرمى حرام عليك يا اخي شو بتيجي قدام المرمى بتقعد بتتفلسك وتحطوها الكره اللولبيه المشكله رجله كويسه شوت الجرأة على المرمى تاتي من خلال الممارسه واللعب اكيد كم في حد يا ابو تين احيانا انت مش محتاج فزلكه خلاص انا في النهايه الحين هذا نهائي دوري ابطال اوروبا وهو في الدوري مش قاعد بتجيك الخوف الدوري بتجيك فرصه الخوف سرب شوف سايد شوف سايد معلش 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 خليك هنا بس خليك هنا برضو ما تطلعش براحته من هنا خليك ضغط من هنا يا رب يا رب عديم على خير يا الله يا رب عديم على خير يا الله عديم على خير يا رب عديم على خير راس الواحد بدل حينفجر طلع مين رودريجو نزل رودريجو المفروض ايوه رودريجو في الحته الشمال عايز اقول لك رودريجو في الحته الشمال اخطر بكتير من اليمين والله حتته دي بس ما بقدرش احرق فينيسيوس دي حتته دي انت شفت الهدفين حسم الليجا من اليمين الشمال من هنا من ناحيه الشمال يدخل ويتوغل بقى بيعرف يتوغل لان على عدلته وعلى رجله اليمين صحيح ايش لعبهم طويل محظوظ الريال كتير في هذول الاثنين بلاش ما في شيء لبرنامج واتش الونج اللي ظاهر معنا على الشاشه ذا وان للمفروشات الراقيه هذا برنامج برعايه ذا وان فابينيو حط هوا يخرج اوه لا كورتو على فكره كورتو 20 ثانيه كورتو يعني ما بيخرجش كتير في العرضيات بس النهارده تحسه كل حاجه اللي ما كنتش بعملها قبل كده هعملها النهارده انا هطلع بالبطوله اللي انا هطلع بيها كره طويله كره طويله وصلها اخر الدنيا هو هيصفر بس تنزل على الارض صفر يا حكم صفر سمعت الامور ريال مدريد صفر يا حكم ريال مدريد بطلا لدوري ابطال اوروبا للمره الرابعه عشر في تاريخه جول مين اللي عملها هي مش جول يعني صفر حكم انت ريال مدريد ريال مدريد للمره الرابعه عشر ريال مدريد بالتاريخ دعهم يحاولون فالمحاولة أمامك شاف بألقابك لن يتعدوك في مجدك لن يوقفوك بتاريخك سيذكرك أنك الأسطورة يا ريال يا ريال يا ملك الأبطال يا ريال يا عاشق كل يا ريال يا ريال يا ريال يا محطم كل الأرقام يا ريال فلتخضع أوروبا فلتخضع إسبانيا فليخضع الجميع هيا ريال مدريد هذا عصر ريال مدريد ريال مدريد بالابيض والاسود ريال مدريد في البوكيه وريال مدريد لاخر الزمن ريال مدريد بطلا لدوري ابطال اوروبا ريال مدريد بطلا لدوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة لجمهور نادي ريال مدريد يا صلاح يا صلاح نعم. هتدعم مين يا صلاح تدعم مين يا خالتي تدعم مين يا حبيبي انت بتلعب قدام الملك يا حبيبي يا حبيبي بتلعب مين قال لك اصلا هاي اسم خالي مش خالتي وبهذه الاحتفالية نكون قد وصلنا إلى لا لا ما وصلنا استنى عزيز البرشلوني عزيز البرشلوني ملوش دخل عصير ليمون كلمة بقول لك ايش عزيز البرشلوني شوف ملوش دخل لو شجع والله ما هو موجود مين مش موجود والله ما هو والله بتفتح لك ثاب الليفربول عن جد بقول لك ايش في برشلوني حاليا غطى نفسه بالتراب دفن حاله عزيز البرشلوني اول واحد عيط الرابعة عشر حراجة اول واحد عيط عزيز البرشلوني الرابعة عشر بتيحة هاتلي ارنولد عزيز البرشلوني ليمون ونعناع اخلط له عزيز البرشلوني وينك عزيز البرشلوني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه